شو ماله هون؟ لا لا أكيد هون، بس هاي حرمة مدللة أميرة، بتضل بأوضتها مشان الشمس ما تحرق لها وشها. يا تحسين يا مو، صباح ديري بالك على أختك قبل ما أغسل الغسيلات. إيه يا مو؟ لا أنا تضرساني هون. جمال هاد، لك أنا بحلم ولا بحلم؟ ولي الله ستر إن ما شافتني. بس شو هاد؟ لا لا ولا لا ويا ولا لا، سمر عيوننا غزالة وميلي يا سمراني. يا ولي على قلبي على الصوت، أحلى من صوت الحساسية. على الحرم ما شفنا منكم الا مصايب، لكن ف لو تطلع على سابع سما اجيبك يا واطي. نجيبه كافي مربوطهم جيب زاكيت، وينه؟ والله ما بعرف يا ابي، انا ما شفته. الله لا يوفقك، شو ما شفتيه انتي لصالحه اخذت المربوط من هون. شو انا يا ابي؟ لك ما اخذت المربوط من جيبت الزاكيت؟ لا والله يا ابي ما اخذت. الله لا يوفقكم، لك مين اخذه؟ ما في غير امكم، هي امكم صاحبه الزمه الواسعه وليد الطويله. لك شبك، شو في؟ منجيب المربوط اللي كان بالجيبه انتي اللي اخذتيه؟ ولك يا ضلالي، شايفني بالزور عم اقوم على رجلي، رح اخذ لك برغوت من جيبتك؟ لانه بعرفك ضلاليه وايدك طويله. ولك الله لا يوفقكم، الله يقصف عمركم قصف لحتى ارتاح منكم. ولك ذهب احمر عم اصرف عليكم، ذهب احمر. ذهب؟ قلت لك ما حدا قرب من اواعيك. بعدين قل لي انت امتى بتشلح اواعيك؟ اي ما بتشلحون الا اذا تغسلت لك مره بالسنه وبتحطن قدامي. سكري على الباقي، سكري على الباقي. يا بينا شيبي الله يرضى عليكي، انزلي على الداكونه ناوليني الغربال، اكيد البرغوت بيكون واقع بين الترابات تحت العريش. يلا يا بينا ناوليني، يلا يا بينا. هلا بدك البنت تغربل لك كل هالترابات مشان برغوت؟ ومو عجبك البرغوت ست زبي؟ طبعا لكان حضرتك تعبانه في لي. يلا يا بي، يلا نجيبي، يلا حبيبتي، يلا يلا ناوليني. الله لا يوفقك اللي عم تعملوا فيني بهالحريمات. الله لا يوفقك. فوت يا مو.